مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موضوع اليوم. كشفت دراسة حديثة ربطت بين تلوث الهواء والإصابة ببعض سرطانات الرئة، وأظهر الباحثون في معهد فرانسيس كريك أن جزيئات الهواء الملوث وبدلا من التسبب في أضرار مباشرة فإنها تعمل على إيقاظ الخلايا التالفة القديمة. وتشكل خلاصات هذه الدراسة جزءا من جهود المجتمع العلمي لفهم العوامل المحفزة لنشوء السرطانات التنفسية، لا سيما دور تلوث الهواء في نشوئها. للمزيد ينضم إلينا الدكتور علي شرودي، أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس المختص في الأرض والبيئة، وينضم إلينا أيضا الدكتور جمال الدين البوزيدي الأخصائي في الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة من الرباط. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أستاذ جمال الدين البوزيدي، تحدثنا هذين اليومين عن هذه الدراسة الطبية التي صدرت بشأن يعني علاقة تلوث الهواء وجزيئاته الدقيقة بنشوء وتحفيز سرطانات رئوية. ما الذي تضيفه إلى المعرفة العلمية بشأن علاقة التلوث بسرطان الرئة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات والمرسلين. شكرا سيدي الفاضل على الاستضافة. مرحبا. وتحية لكل مستمعي إذاعة ميديان تي في، وتحية خاصة لضيف الكريم. كما هو معلوم أنه منذ زمن هناك تحذيرات كثيرة من طرف العلماء، من طرف الخبراء، من طرف الجمعيات العلمية العالمة الباحثة في هذا المجال حول ارتفاع تلوث الهواء، تلوث الجو، تلوث البيئي، والتي لها عدة انعكاسات سلبية جدا والتي سيتطرق إليها. هناك محورين، المحور الأول هو حول الإيكوسيستم، النظام البيئي بصفة عامة، المائي، الغابات، المدن، الحيوانات، النباتات إلى غير ذلك، التأثير على لا فوتوسانتيز اللي هي أساسية بالنسبة للأشجار نباتاتها، وهناك تأثير على الإنسان. التأثير على الإنسان هو عنده عدة محاور، في مقدمتها الجهاز التنفسي اللي هو الرئتين، واللي كيكون سبب في أمراض أخرى إلى جانب السرطان، وهو الربو. يكون هناك سبب لمرض الربو، يكون سبب للأمراض التنفسية للشعيبات العليا أو السفلى، هناك امراض ديال المرض كارديوفاسكولير، الامراض ديال القلب والشرايين، امراض الجلد ومن بينها السرطان، امراض متعدده. هناك تاثير حول نمو الرئتين خاصه عند الاطفال، تاثير على النمو ديال الجهاز العصبي والدماغ، هذه كلها تاثيرات اللي مثبوته علميا. اضافه الى ذلك ان التاثيرات البيئي، التلوث البيئي هو يؤثر كثيرا على ليزاج اكستريم، المسنين، الاطفال، النساء الحوامل، والناس الذين لهم امراض مزمنه. فيما يخص المرض، فيما يخص السرطان الرئوي، هو معلوم ومعروف أنه هذا التلوث البيئي يكون سبب أساسي إضافة إلى التدخين وإلى أمور أخرى في حث الجهاز، في حث هذا السرطان على أن يتكاثر وأن يخلق وأن يتكاثر. ونحن نعلم أنه هذا التلوث الجوي هو معروف جدا في عرف في العشريات الأخيرة نظرا للأنشطة الاقتصادية الصناعية، إلى انبعاثات الغازات، إلى الاحتباس الحراري. طيب. إلى ارتفاع درجات الحرارة، وهو يأتي، اسمح لي، ويأتي عبر الرياح، عبر السحاب، عبر الأمطار. فيما يخص النتيجة ديال انه الي كونسيريجين، هو مسرطن في، وهذه دراسات اثبتت على انه مسرطن ان فيفو اي ان فيترو في المختبر وفي عند الانسان، هي دراسه ثابته ومركزه. اضافه الى، وهذا
ما جعل جميع جل الدول، هناك كاين وعي كبير في الدول المتقدمة من التلوث الجوي، وهناك جمعيات المجتمع المدني قوية التي تدافع عن هذا، في حين هناك غياب مطلق شبه مطلق في الدول النامية، وهناك عكس الانعكاس أو هناك إجراءات مثلا في الدول الغربية، هناك تشجيع على التنقل عبر وسائل النقل العمومي حتى يتم الانخفاض ديال استعمال السيارات، في حين أن الدول المتقدمة تسير في النهو الاتجاه المعاكس، وبالتالي فهي ترفع من نسبة التلوث. طيب سنأتي إلى وسائل الوقاية أيضا. شكرا جزيلا لك دكتور جمال الدين بوزيدي على هذه التوضيحات كلها. دكتور علي شرودي الأستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، المتخصص في الأرض والبيئة، الدراسات على امتداد السنوات الماضية هي ترصد في الواقع تركيز متزايد لتلوث وجزيئات تلوث الهواء في الهواء الطلق، في الهواء الخارجي الذي يتنفسه الناس، حتى أن الباحثين يقولون أنه أكثر من 90% من الهواء الخارجي هو يتضمن هذه الجزيئات الملوثة. كيف تطور هذا المعطى المرتبط بتلوث الهواء؟ شكرا على الاستضافة. مرحبا. مادام سنتكلم على تطور، فهذا التطور قديم، قديم منذ نشأة الأرض. التطور منذ نشأة الأرض منذ 4.6 مليار سنة والتلوث موجود. منذ تكوين الكائنات الحية الأولى منذ 3 ملايير سنين والتلوث كاين. إذن يمكن لنا نقسمه لجوج الأنواع ديال التلوث. كاين التلوث الطبيعي، كاين التلوث الطبيعي اللي كتخلقوا الأرض من زلازل، براكين، ومن حرائق إلى آخره. إذن التركيز ديال التلوث في الهواء أو على الأحرى في الطبقة السفلى من الغلاف الجوي فهو يتنامى على عقود. إذن يمكن نتكلموا على الجزء الأول اللي هو كي مثلا ناخذ على سبيل المثال مثال بسيط ومثال البراكين. براكين والضغط الداخلي للبراكين فينتج كما كنقولوا واحد السحاب، واحد الرماد بركاني كما شهدته البركان ديال ايسلندا في 2010، واللي كيكون حتى هو ككارثه طبيعيه وظاهره طبيعيه اللي كتخلقها الارض ما كيخلقهاش الانسان. هذا الجزء الاول. اذن وعندها يمكننا نقولوا بان تاثير ديالها ما يمكننا شيء، احنا هي اللي كنتحكموا فيه لانه طبيعي. من بعد هناك التركيز اللي جاء منذ العصر الصناعي. العصر الصناعي هنايا تنامت الصناعه، تنامت الانشطه الصناعيه حسب المتطلبات ديال الانسان. هذا التنامي الى يومنا الان مع الكثافه السكانيه اللي تضاعفت عشرات المرات، اذا الساكنه ديال الارض المتطلبات ديالها الغذائيه الطبيه الى اخره زادت وتفاقمت. اذا الدول هنايا كيكونوا جوج ديال عاوده، كنجيو من العصر الصناعي الى الان تفاقم تدريجي، لان الصناعه تطورت، الاليات اللي صنعها الانسان تطورت من العصر الصناعي الى الان. هنا اذكر على سبيل المثال الان استخراج الصخور النفطيه باليات عصريه حديثه الى اخره، واللي هي براسها وبنفسها كتساهم في انبعاثات الغاز. في هذه النقطة بالذات كهنا كنفصل ما بين جوج ديال، ما كاينش أي فرق ما بين مستهلك للتلوث ومنتج له. وهنا كنعني بالأمر هناك دول متقدمة صناعية منتجة مصدرة طيب تنتج أكثر تلوث، ولكن الغلاف الجوي الذي اللي كنستنشقوا كامل الاكسجين اللي كنستنشقوا كامل لا يفرق بين مستهلك وبين
منتج له. صحيح، الملوثون الكبار والضحايا الكبار لهذه الظاهرة التي لا تعرف في الواقع عدالة في توزيع التلوث. شكرا جزيلا لك أستاذ علي شرودي. أستاذ جمال الدين بوزيدي، كثيرا ما كان يقال بأنه وهذا في الواقع لا يزال صحيحا ولا أظن بأنه سيبقى صحيحا، التقارير العلمية تشير إلى ذلك، أنه التدخين هو العامل الأول فيما يتصل بسرطانات الرئة، وأتحدث تحت سلطتك العلمية طبعا. الآن هناك أيضا الأبحاث العلمية التي أضحت تؤكد أيضا بأنه تلوث الهواء، ومنها هذه الدراسة لمعهد فرانسيس كريك التي تقول بأنه تم فهم ميكانيزم نشوء السرطان حتى لدى غير الذين يدخنون، انطلاقا من فهم ميكانيزم تأثير الجزيئات الهوائية الملوثة. هل هذا هو مكمن التقدم؟ بالطبع نعم سيدي الفاضل، هناك يجب الإشارة إلى تنبيه وتنبيه شديد اللهجة أو شديد القوة الذي قامت به منظمة الصحة العالمية سنة 2013 في أكتوبر سنة 2013، والتي نبهت وأكدت على أن هناك حجج علمية قاطعة على أن سرطان الرئة أو سرطان الجلد وسرطانات أخرى تترتب عن تلوث الجو، وهذا يشكل خطر على ساكنة الأرض. هذا من جانب. الجانب الثاني أنه نفس المنظمة أشارت في سنة 2016 على أنه 92% من سكان العالم يستنشقون هواء ملوث. هذا الجانب الأول. فيما يخص النقطة التي أشرتم إليها وهي مؤكدة، ولهذا نجد أن علب التدخين، وهذا هو الأساسي إلى جانب تلوث الهواء، علب التدخين مكتوب فيها بكل اللغات التدخين ويقتل، لو طاباتي سموك إز كيلين بكل اللغات، لأنه مثبوت على أنه كما تعلمون لو طابا التدخين فيه مادتين أساسيتين، لانيكوتين هي التي تعطي الرغبة في الإدمان، والغودرون فيه أكثر من 4000 جزيئة موليكول، على رأسها لتروا كاتر بيروبنزين اللي هي مسرطنة عند الإنسان وفي المختبر. وبالتالي السبب الأساسي والرئيسي للسرطانات متعددة هو التدخين، والتدخين هو العدو الرئيسي والأساسي لصحة الإنسان إلى جانب الكحول. هذا جانب. الجانب الثاني كاين هناك ما أشرتم إليه ضمنيا عبر تقديمكم، هناك التدخين السلبي هو الذي هو أخطر من التدخين الإيجابي. ما هو التدخين السلبي؟ هو اللي كيجعل أنه الناس اللي محيطين بالشخص الذي يدخن يستنشقون تلك لافيومي، ذاك الغاز، ذاك الدخان، وكيكون عنده تأثير سلبي جدا ومسرطن، وهو مسرطن بشكل كبير. ولهذا جل دول العالم سنت قوانين تمنع التدخين في الأماكن العمومية وفي في النقل العمومي وفي كل الوسائل التي يمكنها أن تكون هذا. مع الأسف المغرب لم يصادق لحد الآن على تلك الاتفاقية، وبقينا في هذا الإقليم غير حنا والصومال، وكان التمسوا أن هذا القانون ديال 92 يخرج يتم المصادقة عليه وتم التفعيل دياله حتى نحد من هذا المرض. حاليا نسبة ديال السرطان في المغرب في تزايد كبير نظرا لإقبال، وهذا خص واحد الحملات كبيرة ديال التوعية، ونحن في العصبة المغربية لمحاربة السل والأمراض التنفسية نقوم بحملات خاصة عند التلاميذ والطلبة لأخطار التدخين وأخطار التدخين المبكر. قبل كنا نرى سرطان الرئة في سن متقدم بعد 40 سنة، حاليا نراه قبل 30 سنة وبشكل طيب. متقدم نظرا لإقبال الشباب والأطفال والمراهقين طيب. على التدخين. ثانيا التلوث يجب أن يكون هناك، اسمح لي كلمة، يجب أن يكون هناك إجراءات من طرف الحكومات العالمية بصفة عامة، وخاصة الدول المتقدمة والتي لها أنشطة صناعية كبيرة يتم من خلالها انبعاثات كثيرة للغازات السامة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، الصين الشعبية، دول أوروبا الغربية، اليابان، ومشاركة جميع الدول والحكومات، إلى جانب إجراءات، يجب أن تكون هناك إجراءات انفرادية لكل شخص
لكل شخص حتى نحد ونطهر هذه البيئة ونحد من هذه. هناك اقتراحات عملية. نعم تفضل سيدي. سأتيح لك الفرصة كاملة لتتحدث عن الإجراءات التي يمكن للأفراد أن يسترشدوا بها في هذا السياق من أجل الوقاية دكتور جمال الدين البوزيدي، حتى لا نغفل هذه النقطة وهي شديدة الأهمية. دعنا نشترك معنا أيضا الأستاذ علي الشرودي فيما يتصل بتدني جودة الهواء فيما يتصل في العالم كما تحدثت أنت، وارتباطه بقضايا الصحة العامة لا سيما أمراض الجهاز التنفسي التي ذكر ضيفنا من الرباط، وأيضا نشوء السرطانات وتحفيزها انطلاقا من تدني جودة الهواء الملوث بالأنشطة الصناعية بوسائل النقل وغير ذلك. هل هناك انتباه لهذه النقطة أيضا؟ يجب أن ننتبه لهذه النقطة لأنها يعني نقطة مهمة على حد الذاكرة ديالنا وذاكرة الإنسان أقل من 50 سنة. هناك ظواهر اللي سكون نقول أنتروبيك اللي خلقها الإنسان ديال المفاعلات النووية ديال القنابل الذرية إلى آخره إلى آخره. هذه براسها كدير واحد الانبعاثات واللي كتكون على المدى الطويل والمتوسط، وهذه كيستنشقها الإنسان. هذه الذاكرة الإنسان راه كتذكرها ماشي بعيدة بزاف. هذا من جهة. من جهة أخرى هي كتكون هاد الكوارث ولا هاد الشيء اللي كيستنشقوا الإنسان عنده علاقة بكوارث اللي هي طبيعية اللي صعيب التحكم فيها كما سبق لي شرط بعد قليل بركان إسلندا. حينما نتكلم عن بركان هناك جزيئات وجسيمات من الزجاج البركاني التي تتطاير في الهواء. لكن بعد عن المقاطعة هذه الظواهر التي تنتج تلوثات طبيعية هي يقول بعض الخبراء أنها لا توازي بكل تأكيد ما يلوثه الإنسان نفسه من خلال الأنشطة الصناعية ومن خلال أيضا وسائل النقل وغير ذلك، والتحذيرات الآن تأتي من تأثيرات وتداعيات هذا التلوث على الصحة العامة. نأخذ بعض الأرقام. في 2010 بحر تار بوكان إسلندا انقطعت خطوط الطيران على جميع الأجواء نتاع أوروبا، وصل الرماد البركاني إلى شمال المملكة. إذن التأثير ديالها توصف بأنه خلف أضرار اقتصادية وأضرار تنفسية، لا جينا نتكلموا عن الناحية ديال التنفس، تقريبا من أكثر من اللي خلفته 11 طنبر في ذيك اللحظة. هذه لمدة أسبوع. إذن كتخلف أضرار اقتصادية في التنفس إلى آخره. إذن علاش؟ لأنه هنا بغيت نركز على ذيك الجزيئات أقل من 10 الميكرومتر. ديك الجزيئات المجهرية اللي تتطاير يصعب الجهاز التنفسي وتدخل للرئة بطريقة لا نستشعرها، وهذا هو الخطير في الأمر في هذا الكوارث وهذه الظواهر كما كنقول اللي ما عندهاش علاقة بالأنشطة الإنسان. أما الظواهر اللي عندها علاقة بالأنشطة ديال الإنسان، تزايد ديال الحاجيات الإنسان، الكثافة السكانية كثرت، كثرت الحاجيات ديالو. إذا الدول كاين مصدرة والدول الصناعية ولات كما شفنا مؤخرا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لاحظنا بأن رجعت بعض الدول اللي تخلت على المعاهدات ديال كوب 21 إلى آخره، ولات في الإنتاج نتاع الشيست بيتيمينور الصخور النفطية. وهذا انبعاثات مؤثرة كثيرا رغم التزامات الدول كما قلت المنتجة بالمقررات، إلا أنها خلف التزامات الدول. أما الدول كالدول الإفريقية التي هي ليست صناعية بنفس القدر، ليست منتجة، هي مستهلكة كما سبق لي قلت كاملين. هناك دول منتجة وهناك دول مستهلكة، ولكن نحن جميعا تحت في الغلاف
نتعرض في الطبقه السفلى للغلاف الجوي. شكرا لك استاذ علي شرودي. ختاما دكتور جمال الدين بوزيدي، كنت بصدد اعطاء بعض النصائح والارشادات التي يمكن لنقل من خلالها بعض الوقايه من تاثير تلوث الهواء على الرئتين، تفضل. الدور أساسي لوسائل الإعلام من أجل التحسيس والتوعية، والمنظمات المجتمع المدني وخاصة منها المنظمات العلمية، إضافة إلى الدور الأساسي التي يجب أن تلعبه الدول وخاصة وزارة التعليم والتربية في هذا المجال من أجل تحسيس الدول المتقدمة. هناك مساحة شاسعة من الفرق بين الدول النامية والدول المتقدمة، فالدول المتقدمة لها وعي كبير في حماية البيئة، لأن هذه بيئة وهذه أرض ورثناها نقية إلى حد ما من آبائنا وأجدادنا، ويجب أن نسلمها لأبنائنا وأحفادنا في وضعية قابلة للعيش. من بين الوسائل الأساسية أولا، هناك كما قلت مسبقا إجراءات يجب أن تتخذها الدول المتقدمة جدا من أجل الحد من الانبعاثات، وهناك عدة اتفاقيات مع الأسف لم تصادق عليها ولم تشارك فيها الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يخص الإجراءات التي هناك اقتراح من طرف الـ OMPE المنظمة العالمية لحماية البيئة التي تقول يجب تنصيب أو تركيز مجموعة من الآليات التي هي معروفة من أجل امتصاص الفائض من ثاني أكسيد الكربون، أكسيد الكربون والميثان والمواد السامة الأخرى كلها حتى تنقي الجو. فيما يخص الإجراءات يجب الحد من استعمال الكبير والمفرط للسيارات التي لها انبعاثات. هناك معروف أن الانبعاثات الأخطر هو انبعاثات ديال الطائرات، وهناك معروف أنه في أوروبا لا يجب أن ندى كانت هناك مظاهرة كبيرة لاستعمال أحد القادة السياسيين لطائرته التي كانت المسافة واحد نص ساعة، هو من أجل تجنب ازدحام أخذ الطائرة، وكانت هناك لأنه لما من آثار. يجب استعمال المواد بيو ديغرادابل التي تندثر مع التراب ومع الأرض بطريقة طبيعية، طريقة طبيعية لمشي بحال مثلا المواد البلاستيكية التي تكون لها تأثيرات كبيرة، إضافة إلى أنه رمي الأزبال يجب أن أن نرميها في الأماكن المخصصة لها، وهذه إجراءات يمكن الإنسان أن يحتقرها ولكنها لها مساهمة كبيرة في الحد من هذا التلوث الجوي. ونتمنى أن تكون هذه الحلقة هي بمثابة تحسيسية لمستمعي ولكل المغاربة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الدكتور، وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لكم الدكتور جمال الدين البوزيدي الأخصائي في الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة، ونشكر أيضا ضيفنا دكتور علي شرودي أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس المختص في جيوديناميا الأرض والبيئة، حدثنا من الرشيدية. شكرا لكم ضيفي الكريمين. بإمكان مشاهدينا الكرام متابعة المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني mediantv.com ومتابعة مواعيدنا الإخبارية المتتالية تأتيكم تباعا بعد هذه الحلقة. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.